ضمن حملة مركزية لمواجهة تغيرات البيئة والمناخ، باشرت بلدية الموصل زراعة الأشجار وغرس الشتلات في حديقة الشهداء أيمن المدينة بهدف زيادة المساحات الخضراء في المناطق العامة. تهدف هذه الحملة لزراعة المساحات الخضراء وأيضا دعم مؤسسات الدولة بزراعة المساحات اللي موجودة في داخل أروقة هذه الدوائر من أجل زيادة المساحة الخضراء في كل مؤسسة حكومية، أيضا لمواجهة التصحر وارتفاع درجات الحرارة. كما هو معلوم أن العراق هو يعتبر خامس دولة أكثر تأثيرا من ناحية الاحتباس الحراري. الحملة التي بدأت في بغداد ونينوى وكربلاء لاقت تفاعلاً واسعاً من مؤسسات حكومية وفرق تطوعية ومنظمات داعمة أخذت على عاتقها زراعة أشجار غير نفطية قادرة على تحمل بيئة العراق. انطلقت صباح هذا اليوم مبادرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمنة زراعة ما يقارب المليون شجرة، زراعة أشجار جديدة للمدينة نوعيتها دائمة الخضرة وغير نفضية من أجل التقليل من تأثيرات التغيرات المناخية في المدينة. وتشهد نينوى بين حين وآخر حملات تشجير متواصلة لتعويض خسائرها من الأشجار المقدرة بأكثر من 50,000 دمرتها الحروب والإهمال الحكومي. ويقول مختصون إن تشجير المدن وتسويرها بالمصدات الطبيعية للرياح لا يكفي لمواجهة التغيرات المناخية في العراق، مؤكدين الحاجة إلى مشاريع كبيرة لزراعة المناطق المفتوحة وتثبيت رمالها بالنباتات المقاومة. من الموصل محمد سالم، يو تي في.